مشاهدينا خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو ليندا ونتعرف منها على اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب النهارده. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير يا بسنت. صباح الخير يا شاذلي. الحقيقه كمان يا بسنت هنبتدي باحوال المرور. الناس ابتدت تنزل اشغالها ففي كثافات متفاوته على العديد من الطرق. وبالنسبه لحاله الطقس الحقيقه لسه في انخفاض في درجات الحراره، الجو ما زال برد. والنهارده كمان من اكثر الظواهر الجويه اللي هتبقى واضحه جدا سقوط امطار متفاوته الشده وكمان نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة. الخبر الحلو ان يمكن الشتاء قرب يخلص الحمد لله. بعد بكره ان شاء الله. ان شاء الله. صباح الخير عليكم مشاهدينا. تعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي جولتنا من محافظة القاهرة وشارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة بامتداد الشارع لحد محطة غمرة بتظهر سيولة مرورية، ومن غمرة لمدينة نصر بتشهد بعض الشوارع سيولة مرورية، وأعلى الأوتوستراد في كمان سيولة مرورية نسبية بتزيد بعد شوية للقادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم، ونفس الأمر في بعض الكثافات البسيطة هناك. شهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية كمان في الاتجاه العكسي. ظهرت بعض الكثافات النسبية للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر وفي محور النصر وصولا للمنصة. هنستكمل جولتنا بشوارع الجيزة وتحديدا من شارع السودان واللي بيشهد سيولة مرورية، ونفضل ماشيين لحد ما نوصل لجامعة القاهرة. هناك في بعض الكثافات المرورية البسيطة. في الدقي بتشهد الطرق هناك سيولة مرورية لحد كوبري قصر النيل وميدان التحرير، وبتظهر كثافات كبيرة على محور صفط اللبن المتجه من الدائري وصولا لكوبري ثروت لحد شارع أحمد زويل، وهناك هتكون في بعض الكثافات البسيطة. ظهرت سيولة مرورية في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات، وكمان في كثافات في شارع فيصل. في محافظة الإسكندرية زي ما احنا شايفين هنلاقي كثافات موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان في كثافات في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح لمدينة أسوان وهنتابع الحالة المرورية هناك. هنبتدي من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافة مرورية لحد ما نوصل لمحطة القطر. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبتدي مع الدولار الأمريكي. سعر البيع بيسجل 18.42، أما الشراء فبيسجل 18.32. اليورو سعر البيع بيسجل 20.24 والشراء بيسجل 20.13. الجنيه الاسترليني البيع بيسجل 24.31 والشراء بيسجل 24.17. هنروح دلوقتي مشاهدينا للفرنك السويسري، البيع بيسجل 19.72 أما الشراء فبيسجل 19.60. أما الريال السعودي فالبيع بيسجل 4.91 والشراء بيسجل 4.88. الين الياباني البيع بيسجل 15.25 أما الشراء فبيسجل 15.14. هنروح للدينار الكويتي، البيع بيسجل 60.64 أما الشراء فبيسجل 60.16. الدرهم الإماراتي البيع بيسجل 5.01 والشراء بيسجل 4.98. اليوان الصيني البيع بيسجل 2.89 والشراء بيسجل 2.87. أما بالنسبة لأسعار الذهب فهنبتدي بعيار 18، سعر السوق سجل 848، عيار 21 فسجل 990، وعيار 24 سجل 1131، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7920. من أسعار الذهب مشاهدينا خلونا نستعرض مع بعض
جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون برد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وفي نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وهتكون الرياح دي مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. كمان النهاردة في فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وممكن تمتد بالليل للقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 17، وأعلى درجة حرارة في شلاتين 25، وأقل درجة حرارة في سانت كاترين 13. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.